ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من مدينة كازان الروسية موفد تلفزيون المصري علاء رشوان. أهلا بك علاء، وإليك الكلمة. وضعنا في ملخص لتفاصيل كثيرة في هذا اليوم في كازان الروسية. نعم، هذا اليوم بالفعل هو اليوم الأساسي في أيام انعقاد الدورة السادسة عشرة من دورات انعقاد تجمع الدول البريكس بحضور رسمي لأول مرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انضمام مصر رسميا لهذا التجمع مطلع العام الجاري. السيد الرئيس حضر جلستين مغلقتين، الجزء الأول كان مفتوحا لوسائل الإعلام واستكمل مغلقا، والجلسة الثانية كانت مغلقة بالكامل. الجلستان دارتا تحت عنوان نحو نظام متعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، وربما هذا العنوان يعكس العناوين الأصغر والنقاشات التي دارت بين الرؤساء والزعماء وقادة الدول الذين شاركوا في هاتين الجلستين الهامتين. كان العنوان الأبرز أيضا لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في الجلسة المغلقة الأولى، حينما دعا إلى تغيير نظام العالمي ذو القطب الواحد إلى نظام عالمي متعدد الأطراف، وتحدث عن القصور الذي بدا على هذا النظام سواء على الساحتين السياسية والاقتصادية. سياسيا كانت هناك انتقائية، وكان هناك إدارة للصراعات غير منصفة. كان المثال الأبرز في هذا الإطار المعاناة التي يعاني منها قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. هاتين المعضلتين كشفتا حجم القصور الذي يعاني منه النظام الدولي في إدارة الصراعات وإدارة الأمور السياسية بشكل عام. وكما هو الحال في الساحة السياسية أيضا، النظام العالمي اقتصاديا يعاني من قصور فادح. هناك فجوة تمويلية بالنسبة للدول النامية تبلغ أكثر من 4 تريليونات دولار. هناك أيضا ازدياد في تكاليف خدمة الديون، ودعا السيد الرئيس إلى استحداث آليات لإدارة الديون للدول النامية، وأيضا تقديم التمويل الميسر اللازم لدفع عمليات التنمية المستدامة في الدول النامية. السيد الرئيس أيضا خلال الكلمة الثانية أكد على أن منصة البريكس أصبحت منصة هامة سياسيا واقتصاديا إقليميا وعالميا، ورحب بمشاركة مصر في تفعيل العمل المشترك داخل هذا التجمع، وأيضا شجع السيد الرئيس. اتضحت الصورة من مدينة كازان الروسية موفد تلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا لك.